على الحضور ديالكم تنقولوا زيدوا شجعوا الفريق ديالكم راه نتوما كلشي وراكم على راسنا وعينينا. شنو تقول لهم اليوم برمضان؟ واش مبروكه الصحه والعافيه واللي في قلبه شي حاجه الله ييسرها له هادشي اللي حققنا الاهم اللي هو خلي بقينا في الصداره مازال قدامنا عمل اللي يخلينا اننا نظهروا في احسن مستويات في الدور الموالي ان شاء الله نركزوا دابا على مباريات الكاس ومباريات البطوله الوطنيه ان شاء الله نتمنى اننا نكونوا عند حسن ظن الجماهير اللي ما كتتقلش علينا التشجيعات ديالها فرحانين بالتناشي ديال اليوم المقابلات ديال البطوله الافريقيه اهم شيء هو الفوز في هذه الدور المجموعات ومن حسن الى احسن كناخذوا لا كونفيونس ديالنا باش نمشيو مزيان ان شاء الله في قادم الدورات. شكرا مروان. قولي لنا كي جاتك الراجه اليوم؟ ناقصه قول لي ياك مزيانه جاتك مزيانه بقات بلا سميتو ولي ياك بلاصتو كبيره. احنا دابا كنتواجدوا في مركب محمد الخامس وتلاقينا مع شيماء الرجاويه المشهوره. عطينا شي كلمه للام ديالها. مبروك عليكم رمضان وشكرا على الفوز اللي فازوا به اليوم اللعابه وشكرا لكم كاملين ياك. واش هي ديما كتلحق ديما راجع ديما عزيز على تجي التيران هذاك الشيء عزيز على تجي التيران فرحانه بزاف ماشي شويه بزاف. جاتك الرجاء اليوم؟ مزيانه مزيان مبروك عليكم هذا الشهر. اولا نبغيو نهنئوا جميع المسلمين على هذا الشهر رمضان المبارك والمغاربه. اولا الحمد لله على الانتصار اليوم قدام الجماهير الرجاويه. كنبغيو نهدوا الانتصار اولا المغاربه عامه والجمهور الرجاوي خاصه. ونشكروا جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي واللاعبين. القادم غادي يكون اصعب. نتمنى ان شاء الله رساله باش كل لاعبين لان عارفين خصنا نلعبوا على جميع الالقاب الممكنه هذه السنه هذه لان جماهير الرجاء البيضاوي دائما كتبغي الالقاب. نتمنى ان شاء الله باش نكونوا واجدين ان شاء الله. شنو رسالتك للجمهور؟ الجمهور غادي يبقى في قلب. كنعرف انا الحمد لله لعبت فريق الرجاء البيضاوي واحد المده اللي هي ديال 13 سنه ما يمكنش تنسى هذا الجمهور هذا اللي كبير وما ننساش حتى التيفو اللي خرجت فيه من فريق الرجاء البيضاوي كتبقى دائما في القلب. وكنقول ان شاء الله الجماهير الرجاويه ديما من فارق دائما من الفريق ديالها. نتمنى ان شاء الله باش يساندوا اللاعبين باش تحققوا الالقاب هذه السنه. مع الاهلي وان شاء الله. شوف حنايا ملي كدوز هذه الادوار هذه خصك تكون موجود اي فريق لان ملي كدوز من الدور الاول خصك دائما تتسنى فريق اللي تكون فرق صعيبه فرق اللي عندها تجربه كبيره افريقيا. شوف انت ملي كتكون محضر تسنى اي فريق غتلعب معاه خصك تكون نتايا موج ان شاء الله. شوف اول حاجه كتبقى النتيجه هي المهمه ولكن كنقول بان الاداء ان شاء الله خصو يتحسن القدام لانك ملي كتحمل القميص ديال فريق الرجاء البيضاوي عارف الجمهور رغم تقدر تفوز ولا ما يكونش الاداء يعني كيبغي النتيجه ولكن بعد هذه المباريات هذا كيبغيو تربحوا. الحمد لله حنا حضور الجماهير كان فوز ولكن القادم غادي يكون اصعب. كنقول اللاعبين ان شاء الله باش من القدام يكونوا موجودين ان شاء الله باش يحققوا القاب هذه السنه. شكرا. باش يديو منا المركز الاول ولكن حنا ما خليناهمش يديو وفزنا في اللقاء وهذا الشيء اللي بغينا. شنو الكلمه ديالك للجمهور؟ كنبغي نشكرهم وكنقول لهم ديما يبقاو مساندينا حتى لاخر راه. لا كان صافي شو ما باش عرفتيها؟ انت المدرب باش لعبت انا؟ في الاخر لعبتي جوج ثلاثة واخا خشي في الدار كيفاش غادي نوريك هذا الشيء ثلاثة خمسة جوج ثلاثة خمسة جوج لا لعب جوج ثلاثة جوج كلمة المباراة لا احنا في الندوة الصحفية ديالك قلتي ان شاء الله غادي يكون رباح ولكن رباح هو اللي غادي يجيب رباح بغيتك تشرح لينا رباح راه جرب نعم انا خليك انا جد سعيد بهذه النتيجه اولا لان هديناها الجمهور ديالنا في هذا اليوم وصارت سعيد ديال رمضان واظن بانه اليوم غادي نشتي المباراه راه عندنا الفريق اللي عنده تاريخ ماشي فريق سهل ماشي اي فريق تربح تربح ب 4-0 ولا 5-0 ولكن هذا الشهر ديال العمل كاين شي ويده داير انا كيجيو الشهر ديال الشهر خليه بشويه غادي عليه بشويه خليه الشهر ديال العمل
اظن بانه وصلنا لهذا المستوى. انا جد فخور باللاعبين لانه طبقوا داكشي اللي درنا في التدريب. انا من المدربين اللي كان امن بان تكون عندك عدد منظومه اللاعب ماشي منظومه واحده. هذا ماشي جواب غير باش تفهم. قرا قراءه ثانيه للمباراه غتشوف بانه الناس التكتيكيه ديالنا يعني طبقوا يعني بالحرف كل ما اشتغلنا عليه، لان عارفين نقاط القوه والضعف ديال فريق الخصم. وفي نفس الوقت شفتوا بانه الربح الكبير اليوم بان استطاعوا نغيروا المنظومه ديال اللاعب باقحام عناصر شابه، وهذا ربح كذلك. تدخل عناصر شابه وكتربح من داخل الفريق، وفي نفس الوقت كتجي نتيجه ايجابيه. اظن بانه تحولنا فرص ديال ضرب الجزاء اللي ضيعناها، وفي الدقائق الاولى دقه سبعين من اظن، وكنت شجعت يمكن المباراه تكون طابع اخر، لان الفريق خصم لعب معنا بواحد الدفاع متكتل للوراء كما شفتوا، وما خلاش لنا المرات من ندوزو. هنا كيخصك يعني تكون عندك دقه في التمرير، خصوصا التمرير الاخيره. وشفتوا بانه اللاعبين داروا مجهود كبير بزاف، خلقوا الممرات، تحتنا فرص، بقات يعني التهديف. والتهديف اظن بانه بحال ملي كتبغي تبني، ملي كتبني لافينيسيون كتكون هي الاخرى. فاظن بان لافينيسيون ان شاء الله غنزيدو نحسنوها اكثر. واظن بانه كما قلت حنا ملي اي فريق كيجي كيشكل لنا مشكل. اليوم لعبنا كما كنقولوها بالفرنسيه، انا نقولها بالفرنسيه ونعاودها بالعربيه، بان اتاك ديفونس. شنو لعبنا غير في وسط الميدان اكثريه ديال الوقت، والفريق خصم عيناه بواحد الشكل كبير جدا، حتى خطا، ومن بعد سجلنا الهدف. وكنا نزيدو نسجلوا هدف ثاني، ومع اقحام العناصر غيرت المنظومه ديال اللاعب. غيرت المنظومه ديال اللاعب، وشفتوا بانه كنهيئ مباراه داخل المباراه. لان بديت كنفكر بانه هالمباراه كسبناها، وبديت في المنظومه ديال اللاعب كنفكر في المباراه اللي غنلعبها نهار الاربعاء. اظن بان هادشي ما عندك ثلاثه الحراس، كل واحد احسن من الاخر. عندك مشكله حراس دوليين، تبارك الله، حراس دوليين.